بكم إخواني الأحباء الأعزاء المشتركين بالقناة والمتفاعلين مع البرنامج التعليمي للأرب بأشهر الأغاني العربية والمغاربية وكذلك التعريف بالإيقاعات والمقامات العربية. فأطلب منكم سبسكرايب اللايك الشير لتدعمونا ولنواصل أكثر وأكثر وأكثر. اليوم غنديروا قطعة جميلة أغنية مغربية من روائع وهي أغنية عيني ميزاني أو هاد الغيبة طالت كما يسمونها للفنان عبد الوهاب الدكالي. هي قطعة رائعة فغنديروا منها المقدمة الموسيقية والغناء الأول والغناء الثاني. وإذا أردتم المقطع الثالث والأخير من هذه القطعة فاكتبوا لي في الكومنتيرات أي في التعليقات وإن شاء الله نديروا المقطع الثالث كذلك. وابقوا معنا. أولا أغنية عيني ميزاني أو هاد الغيبة طالت للفنان عبد الوهاب الدكالي هي في مقام رصد على الفا. ورصد على الفا كتكون فيه السي بيمول المي بيمول ورصد على الفا كتكون فيه السي بيمول واللا بالربع تون والمي بالربع تون تكون فيه السي بيمول واللا بالربع تون والمي بالربع تون. فالطلوع كيكون بالمي بالربع تون وفي النزول كتكون بالمي بيمول. هذه كقاعدة في الرصد. فغناخذ ايقاع مصرف مغربي 6 على 8. هذا الايقاع على سرعه 98 نحاولوا نفسروا هذه المقدمة. فهي كتبدا فا فا سول مي دو مي فا فا سول مي دو مي فا دو. ثم نديرو السولو. هذا جواب ديال الكمانجات ولكن حنا لانه قريب من السولو فحنا درتو مع السولو. ثم هنا كنديروا لاربيج في هذه الجملة.
طبعا بعد ما فصلنا المقدمة الموسيقية فالآن غنعاودوها وندخلوا للغناء. ولا تريبة وخشفني سكت
ساكت واخا جابوني ساكت عيني 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 هي رزاني. طبعا هذا فيما يخص الغناء المقطع الأول والثاني، وإن شاء الله إذا بغيتوا المقطع الثالث فديروا لي في الكومنتر في التعليقات وصفوا الاقتراحات ديالكم إن شاء الله وغنديروا بها. وإلى اللقاء في حلقات قادمة.